كاع الأفعال ديالنا عندهم عواقب consequences، سواء كلمة فعل ولا قرار خدينا. هذه هي الطبيعة ديال العالم اللي كنعيشوا فيه، وأي واحد كيدير شي حاجة إلا وخاصو يكون موجد راسه للعواقب. اليوم غادي نهضروا على عالم اللي تصايب بالهدف أنه يمحي هاد العواقب، ولا على الأقل أنه يحاول. اليوم غادي نهضروا على المسلسل Westworld اللي بدا في 2016، ولكن غادي نركزوا على جوج الحلقات الأولى. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست. كما العادة هذا التحليل غادي يدخل في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصة، إذن إلى مازال ما تفرجتوش سيروا تفرجوا في جوج الحلقات الأولى عاد رجعوا لهنا. Westworld هو عالم مفبرك صانعه بنادم ومسكن فيه روبوات كيشبهوا البنادم، واللي كيسميهم الهوستس، يعني اللي مضيفين. بينما الناس اللي كيزوروا هذا العالم ولا ثيم بارك فهما الضياف الجيستس، واللي معروفين عند الروبوات بنيو كامرز. عالم شبه حقيقي اللي فيه كل شيء ممكن. فهاد العالم اللي مبني على النموذج ديال الامريكان فار ويست، واللي هو عالم ديال رعاة البقر، الكوبويز، الصالون، الشريف، والمناظر الخلابة ديال الصحراء والجبال. كل هوست عنده الحياة ديالو بالأهداف ديالها اللي كلها كتصب في الاتجاه ديال إرضاء الضيوف. الهوست عمره يقدر يأدي الجيست، والجيست عارفينها. The hosts are supposed to stay within their loops, stick to their scripts with minor improvisations. هاد العالم مبني على اليدين ديال دكتور روبرت فورد، عالم اللي فيه تقريبا 2000 روبو. How many hosts have you updated so far? Maybe 10% of the population. That's 200 hosts spread across a dozen active storylines. إلا كانوا 200 هوست هي 10%، إذا 100% ديال الهوستس هما 2000. دكتور روبرت فورد الاسم ديالو كيفكرنا في واحد هنري فورد، المؤسس ديال الشركة ديال الطوموبيلات فورد موتور كومباني، واللي معروف بالابتكار ديالو الاسمبلي لاين برودكشن، واللي هو سيستم اللي معتمد لحد الآن في الصناعة. باش نبسط بسرعة، هذا السيستم اللي كيعتمد على خطوط الإنتاج اللي فيها كل عامل مختص في حاجة واحدة، ها اللي كيزير البولونات، ها اللي كيركب البياسات، وإلى آخره، ما كيتخلطوش. هاد السيستم مكن هنري فورد أنه يربح الوقت في الإنتاج، وبالتالي نقص من الثمن ديال الطوموبيل، واللي بيان سور رجع الطوموبيلات في متناول الجميع، والتنقل ولا أمر سهل على كل شيء. نقدر نقولوا أنه اختراع اللي بدل العالم. هنا صراحة أنا ما متأكدش، ولكن أن الشخصية الرئيسية يكون عندها نفس الاسم العائلي ديال هنري فورد يمكن يكون نقطة اللي بغى الكاتب يبين لنا من خلالها أن روبرت فورد بحال هنري فورد دار اختراع اللي غادي يبدل الحياة ديال الناس للأبد. الهوست متبعين واحد النمط ديال الحياة كيتعاود في دوامة ما كتبدلش. كل هوست عنده الروتين ديالو، وحنا في هاد الحلقة الأولى ديال المسلسل كنركزوا على الحياة ديال دولوريس أبرناثي، اللي كل صباح كتسلم على بواها قبل ما تمشي ترسم في الطبيعة. كتدوز للمدينة باش تقدى، وكتطيح ليها بواطة ديال الحليب كونسونتري فاش كتكون كتشارجي العود. هاد الهيكل ديال الأحداث هو اللي كيتعاود كل نهار عند دولوريس بلا ما تعيى منه، ولا تطرح على راسها السؤال ديال واش هاد الشي كيتعاود، لأنها بكل بساطة روبو، والتفكير ديالها محصور على داك الشي اللي مبروغرامي فيها. Do you ever feel inconsistencies in your world? Or repetitions? All lives have routine. Mine's no different. هاد التعاويد كيف ما كتقول دولوريس براسها هو روتين اللي متقبله، وان الانسان كله محتاج للروتين. هاد اللقطة بالذات انا شخصيا خلتني نطرح على راسي السؤال، واش حتى حنا بحال هاد الهوس، بحال هاد الروبوات؟ لحقاش واخا حياتنا ما كتعاودش كل نهار حرفيا، ولكن هذا ما كيمنعش اننا ما كنعيشوش في واحد الروتين، والحوايج اللي كنديروا كل نهار كيتشابهوا لدرجة اننا بعض المرات ما بقيناش كنحسوا بهم.
بحال مثلا السدان ديال الباب ديال الدار ولا طريق الخدمة. شحال من مرة حتى كنجلسوا في البيرو كنتفاجئوا لحقاش كاع معسينا بكيفاش توصلنا لهنا. هذاك الولف ديال شي حوايج اللي كيتعاودوا في حياتنا بحال الا كيخليو الدماغ ديالنا يكون في اوتو بايلوت مود وهو اللي متحكم وحنا بحال شي روبوات كنعاودوا نفس تاسكس. حاجه اخرى كيف ما دولوريس ما عندهاش اختيار وكل نهار كدير نفس الشيء كيبان لينا بحال الحياه ديالنا. لحقاش واخا عندنا حنا الحريه باش ما نمشيوش كل نهار للخدمه ولا نوصلوا ولادنا للمدرسه، ولكن شحال من واحد فينا يقدر يخرج على هاد الواجبات ديال الحياه؟ إذا كانوا الروبوات كيتحكموا فيهم بروغرام فحنا كيتحكم فينا واحد الحس ديال المسؤولية والحتمية ديال الصوار ديال طرف ديال الخبز كيف ما كنقولوا. إذن ما عندناش حرية باش أننا ما نمشيوش للخدمة ولا ما نوصلوش ولادنا للمدرسة. العالم ديالنا بحال في العالم ديال ويست وورد كنشوفوا واحد العالم مثالي ولكن سطحيا، وكاينة شي حاجة ماشي احتله بحال الروبوات بداو كيوقع فيهم شي خلل وما بقاوش كيخدموا كيف ما العاده من مورا واحد الابديت اللي دارها دكتور فورد. ولكن الحاجه اللي كتلفت النظر هي البوغ اللي غادي يطرف الاب ديال دولوريس بيتر ابرناثي، فاش غادي يدير ليه واحد الدياغنوستيك باش يعرفوا ماله، غادي توعد الصانعين ديالو بالانتقام منهم انتقام شديد. I shall have such revenges on you. The things I will do. What they are, yet I know not. But they will be the terrors of the earth. فهاد اللقطة بدات كيبان لينا ان دكتور روبرت فورد كيفكرنا في دكتور فرانكنشتاين، طبيب المهووس والشخصية الرئيسية ديال الرواية ديال ماري شيلي اللي كتحمل نفس الاسم، واللي هو طبيب حاول يصايب إنسان وصدق مصايب وحش، وحش اللي غادي يقلب على الانتقام منه. السؤال اللي كتطرحه الحلقة الأولى بالنسبة لي هي شنو الفرق بيننا وبين هاد الهوستس في الحياة ديالنا، وإلى مدى عندنا القدرة على الاختيار ديال الطريق ديالنا؟ لان كيف ما كنشوفوا في لافيش ديال المسلسل ف free will is not free، اللي نقدروا نترجموها بان الحريه ديال الاختيار ماشي فابور. علاش اختاريت جوج ديال الحلقات الاولين ديال المسلسل؟ لحقاش بان لي بان الحلقه الاولى كتقدم لنا العالم ديال ويست وورد والهوست، بينما الحلقه الثانيه كتركز على الزوار newcomers، ناس اللي بحالنا غادي يدخلوا في هذا العالم الجديد، وانها جوج ديال العوالم هما اللي مهمين باش نفهموا الاشكاليه اللي كيطرحها هذا المسلسل، يعني البوينت اوف فيو ديال الهوست والبوينت اوف فيو ديال الجيستس. في الحلقه الثانيه غادي نكتشفوا جوج ديال الجيستس اللي جايين لويست وورد. الاول هو لوغان اللي ماشي اول مره غادي يجي لويست وورد، والثاني هو نسيبو ويليام اللي غادي تكون هذه اول تجربه ليه. هنا غادي نشوفوا واحد البرينسيب ديال الافلام الويسترن واللي هو الوايت هات فيرسس بلاك هات، الشابو الابيض والشابو الكحل. من البدايه ديال الافلام ديال الويسترن في بدايه ديال القرن العشرين ومعظم المخرجين كيرمزوا للشخصيات باللون ديال الشابو ديالهم، اللي لابس الابيض راه ظريف وفاعل خير، اما اللي لابس الشابو كحل راه صقع ومولا مشاكل. في الحلقه الثانيه كنشوفوا كيفاش لوغان غادي يختار الشابو الكحل لحقاش معول على خزيت، وويليام شابو البيض لحقاش واخا العالم اللي داخل فيه ما فيهش العواقب باغي يحتفظ على الانسانيه ديالو. وهنا فين السؤال الثاني ديال السلسله كيتطرح، واش لحقاش ما كايناش العواقب؟ الانسان خاصو يتخلى على المبادئ ديالو. هاد القضيه كنا شفناها وصراحه باقي كنشوفوها في العالم الافتراضي،
الانسان فاش كيكون محمي ورا شي بسودو في شي بروفيل ديال بلعاني كتلقاه كيعاير ويسب بلا اشكال، لان عارف بلي الافعال ديالو ما غاديش يكون عندها عواقب. دكتور روبرت فورد كيقول واحد الهضره عميقه فاش كيسول علاش الناس كيجيو لويست وورد، لان الجواب على هذا السؤال ماشي هو ان الناس كيجيو باش يتعرفوا على شكون هما، ولكن كيجيو باش يشوفوا شنو يقدروا يكونوا. They're not looking for a story that tells them who they are. They already know who they are. They're here because they want a glimpse of who they could be. هاد العالم ديال ويست وورد بحال فاش في الواقع الناس كيتبدلوا بالسلطة ولا بالمسؤولية. كتلقى شي واحد درويش ولكن غير كيولي شاف عليك كيولي حقار، ولا شي واحد ما فحالوش فاش كيدخلوه الفلوس كيسحبوا بالفلوس كيشريوا كل شيء. هاد الجوج بحالهم بحال الناس اللي كيدخلوا لويست وورد، لحقاش عارفين باللي عالم فيه غي ناس ديال بلعاني كيسمحوا لراسهم يبينوا على الغريزة ديالهم البدائية. ولكن غادي تقولوا لي باللي هاد الهوست راهم ماشي بنادم وهما غي آلات، واش فيها اللي استغليناهم وتكرفصنا عليهم، لان في اخر المطاف راهم بحالهم بحال الاشياء. واش الا ضربتي التليكوموند واش غادي تبقى فيك؟ واش هاد التليكوموند كتوعد؟ الا كان الجواب بالنسبه للتليكوموند راه واضح وباين، راه هاد الهوست ماشي غير آلة بساط. البرمجه ديالهم متطوره والشكل ديالهم بحال ديال بنادم، ولكن واش عندهم ضمير ولا وعي؟ Are they conscious؟ لأن هذه القضية هي اللي كتفرق ما بين شكون اللي يستاهل الحقوق وشكون ما يستحقهمش. حنا مثلا عندنا حقوق الإنسان والحيوان، هذه الحقوق كتحمينا من المعاناة والأذى، لأن الإنسان عارف بالله يقدر يحس بالبين، ومؤخرا بدأت يعترف بالإحساس ديال الحيوانات بالمعاناة، الشيء اللي كيخليه يعطيهم حقوق ويطالب بحقوق تحميهم. الضمير ديالنا والوعي ديالنا بالسوفرينغ كيخلينا نحميو راسنا والمخلوقات اللي دايره بينا، لان المعاناه هي اللي كتخلينا نكونوا حقيقيين. تيليكوموند ما كتحسش بالاذى، اذا فراها ماشي واعيه. في ويست وورد الهوست حتى هما بداو كيبينوا على قدرات وتساؤلات اللي كتخلينا نطرحوا السؤال واش الالات الى تبروغراماو باش يكون عندهم الاحاسيس والوعي، واش ديك الساعه خاصهم حقوق. في اللقطات الاولى ديال المسلسل كنشوفوا دولوريس جالسه في القاعه ديال الفحص وحاله عينيها ودبانه كتحط عليهم وهي كاع ما كتحرك، الشيء اللي خلينا نفهموا بالله هادي راها ماشي بنادم، لان اي واحد تحطات عليه دبانه في عينه راه غادي يجري عليها. ولكن في الاخر ديال الحلقه كتكون في ويست وورد وكتحط دبانه على عنقها وما كتزقلهاش، كانها بدات كتولي بنادم. هاد الرمزيه ديال التعامل ديالنا مع شي حاجه بسيطه بحال دبانه استعملها المخرج باش يفسر لنا الفرق ما بين بنادم واله، ولا اله واله في طور التحول لبنادم. هاد الحدود ما بين الانسان والروبو اللي ما واضحاش كتخلينا ما متاكدينش من شكون اللي ديال بصح وشكون اللي ديال بالعان. بحال فاش ويليام كيتلاقى مع السيده اللي استقبلته في ويست وورد. You want to ask. So ask. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? الا ما قدرتيش تفرق ما بين بنادم ديال بصح وبنادم ديال بالعاني، واش هاد المعلومه بحد ذاتها كتكون مهمه؟ الالات كيقلبوا دائما على تحسين راسهم باش يقربوا اكثر لبنادم. في ويست وورد كيبان ليا بحال ما كاينش فرق كبير ما بين الهوستس والجاستس. الا كانوا الهوست كيقلبوا على معنى ديالهم فراه الجاست حتى هما كيقلبوا على المعنى ديال الحياه ديالهم. ولا كان الوعي مكتسب عند بنادم اش عرفنا واش هذا الوعي ما يقدرش يولي متطور وسط الالات. الانسان عنده واحد التاريخ كبير في الاعتبار ديالو ككائن فوق كل القوانين، وشحال من مره في التاريخ ديالنا منعنا الناس اخرى من الحقوق وبررناها على اللون ديال البشره ديالهم ولا الاعتقادات ديالهم، وشحال من حيوان تعاملنا معها بوحشيه وبررناها بانه حيوان وانه خاصو يخدم المصالح ديالنا. ولحد الان
كنشوف الناس كيحطوا الطيور عطاهم الله جناح باش يعيشوا الحرية في وسط قفاز غير باش يستمتع الإنسان بالشوفة فيهم. ولا جيتي تسول راه دائما كاين مبرر، راه هادوك الطيور إلا طلقتيهم غادي يموتوا. والسؤال اللي كيتطرح هو ما حسن، واش الطير يموت حر ولا يعيش حياته في وسط القفز؟ قبل ما نزيد القدام، حتى انا راه عندي جوج ديال المشاش. هاد المشاش ما شاريهمش ولكن تبنيتهم وكنحاول يعيشهم في احسن الظروف، وواخا هكاك كنحس بالذنب لحقاش ما عندهمش الحريه ديالهم الكامله وغادي يبقاو محبوسين ما بين الحيوط. الخلاصه بالنسبه ليا والشي اللي كيخلع هو ان الهوستس هما المراه ديال الغيستس، لان حتى واحد فيهم بجوج مواعي بالحقيقه الكامله اللي دايره به. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سينما بودكاست. بغيت نذكركم باش ما تزقلوش الاسبوع ديال السينما الاوروبيه في كازا، الرباط، مراكش واكادير. كاينين افلام زوينين بزاف، غادي نخلي لكم في الديسكريبشن الرابط ديال البرنامج الكامل. شكر خاص للمساندين ديال القناه على باتريون، راني كنشوفكم وكنشكركم بزاف. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده، ونهار الحد في الفولو اب على التعليقات ديالكم لهذا التحليل. ولحقاش عارف بالله ترو كوميونيتي هي اللي كتكمل الفيديوهات حتى الاخر، بغيت نسولكم نيت على الفيديوهات ديال الفولو اب، كي كيجيوكم؟ واش عندكم شي فيدباك؟ واش نبقى نديرهم ولا بلاش؟ تهلاو فريوسكم ونشوفكم الحلقه الجايه. بسلامه.